هي حقيقة يعني ما تحدث به الأخ العزيز دكتور علي وجناب الشيخ حتى خلى الواحد ما يعرف شلون يتكلم، كان كلامهم صائب ودقيق. بالنسبة للدكتور علي تحدث عن الناحية القانونية، وجناب الشيخ تحدث عن الناحية الإنسانية وبالتالي الأخلاقية وما ذهبت إليه عشيرة الإغرير نعم باتخاذ السبل القانونية لإنصاف الحق وطالبهم مشروع نعم 100%. نتحدث، إذا تحدثنا عن موضوع المصدر فقط هذه الجزئية راح أتحدث نعم بها. في الدوائر الأمنية ومنذ 2010 صعودا نتحدث عن المصدر وكيف يتم تقييم المصدر. مصدر معلومات كان في فترات من الفترات بالحدود 2005 و2006 و2007 كان ممكن أن يرمي التهم جزافا، وبالتالي كانوا أبرياء نتيجة سوء تقدير مصدر وسوء صحيح التعامل مع المصدر. صحيح لكنه بعد 2009 كان هنالك عمليات تقييم للمصدر، وبالتالي استمارة حدد من هو المصدر ودرجة الموثوقية به ومصداقية المصدر وهل مجرب أم غير مجرب، وبالتالي أصبح المصدر له اسم كامل لدى الأجهزة الأمنية وعنوان الكامل ورقم، يعني يتعامل مع المصدر الضابط الموجه للمصدر يتعامل مع المصدر برقم، نعم ومن ثم المصدر حينما يدلي بمعلومة يكتب تعهد على أن هذه المعلومات إذا كانت مضللة وغير دقيقة فعليه أن يتحمل تبعاتها أمام القضاء العراقي ويحاكم ويحاسب بنفس المادة التي ممكن أن يقاضى بها المتهم. نعم بس لكن سؤال استاذ